دكتور احمد، واحنا بنتكلم دلوقتي لسه شايفين التقرير بيتكلم عن الجامعه التكنولوجيه والتطور الرقمي اللي حصل في المحافظه خلال الفتره اللي فاتت. المحافظه شهدت تطور رقمي في كافه القطاعات على ما اعتقد، فعايزين نقف على ملامح التطوير اللي حصل في هذا القطاع. اسمح لي بالبدايه ارحب بحضرتك وبالساده المشاهدين. الحقيقه ان التطور بتاع التحول الرقمي اللي حصل في محافظه الغربيه تطور غير مسبوق، وهو امتداد لرؤيه مصر 2030 وتحقيق اهداف التنميه المستدامه اللي بتتبناها دايما رؤيه مصر 2030. محافظه الغربيه كانت سباقه في انها تتبنى هذه الرؤيه وتسعى دايما لعمل اعمال التحول الرقمي على مستوى المحافظه، مش بس داخل الديوان بتاع محافظه الغربيه ولا داخل الوحدات المحليه، ولكن كمان داخل المديريات والمصالح الحكوميه المختلفه. عده اتجاهات شاملها هذا الملف. الاتجاه الاول كان ديوان المحافظه الغربيه نفسه، احنا شهدنا بالتنسيق مع وزاره التخطيط تحويل او تركيب 122 نقطه ربط داخل ديوان محافظه الغربيه، واكثر من 150 جهاز ساهموا في ان احنا نقدر نميكن كامل الديوان بالكامل. بالاضافه لكده احنا دخلنا كل الملفات الكم المتراكم القديم عشان نقدر نخلق او نوجد داتابيس كامله او قاعده بيانات متكامله داخل ديوان محافظه الغربيه. مش بس كده، احنا كمان عملنا شبكه سيرفرات مركزيه ونقط ربط لكامل الديوان عشان مش بس نخزن الحاجه، لا نضمن كمان ان احنا نوصل لمرحله بعد كده ما فيهاش اطلاقا اي اوراق او تداول مستندات ورقيه داخل الديوان، ونوصل لمرحله كامله. انت عارف حضرتك طبعا الرؤيه المستقبليه ان ما يكونش عندك اي تداول مستندات ورقيه داخل اي دواوين المحافظات، وده يتفق مع موضوع العاصمه الاداريه الجديده والربط اللي هيحصل ان شاء الله ما بين هنا وهناك. ده التوجه الاولاني اللي هو موجود داخل الديوان بتاع محافظه الغربيه. بالاضافه لكده احنا مع احد الشركات قدرنا ان احنا نعمل مجموعه من الشاشات الرقميه اللي بتتيح دايما لمتخذ القرار ان هو يقدر يبص على البيانات اليوميه الموجوده، حاطين عليها كل المعلومات اللي بتتم بشكل يومي ومتغير، بيانات التراخيص، بيانات التصالح، بيانات استئناف اعمال المباني، الازالات اللي بتتم. دي بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده دايما في مكاتب القيادات ووحده التحول الرقمي اللي موجوده عندنا، بتملى البيانات اللي بتاعتها يوميا بالتنسيق مع المديريات المختلفه عشان نقدر نوصل في الاخر ان انت عندك قواعد بيانات واضحه وصريحه للبيانات اليوميه. بدل معالي المحافظ الصبح لو حب يبص على حاجه، سكرتير العام، نائب المحافظ، الناس اللي موجوده في موضع اتخاذ قرار، تقدر تتابع بشكل يومي البيانات اللي موجوده على هذا النطاق. مش بس كده، احنا كمان بنمتلك في محافظه الغربيه 13 مركز تكنولوجي. زي ما حضرتك عارف ان الاهداف الرئيسيه للتحول الرقمي هو الشفافية والنزاهة وفصل الخدمة ما بين متلقيها ومقدمها علشان تضمن تماما ان ما يحصلش اي بؤرة فساد او تواصل من خلال ده وده. فال 13 مركز تكنولوجي دول بفضل الله بيقدموا الخدمة بشكل جيد للوحدات المحلية عندنا في ال 12 مركز ومدينة، بالاضافة كمان لمركز تكنولوجي موجود داخل ديوان محافظة الغربية. كان دايما زي ما حضرتك بتعرف ان اي مواطن بيحب يتقدم بشكوى ممكن يجد صعوبة في مقابلة المسؤول. دلوقتي لما بيجي لديوان محافظة الغربية هو بيلقى مركز تكنولوجي متطور بيدخل يقدم فيه شكوته وبياخد بيه ايصال مميكن وبيقدر يتابع بيه الشكوى بتاعته عامله ازاي. مش بس كده، ده بيجي له رساله على الموبايل بتاعه ان الشكوى بتاعته وصلت لفين. لازم يروح ديوان عمل المحافظه عشان يقدم الشكوى دي ولا ممكن يقدمها في مكانه مثلا؟ الشكوى ليها كذا طريق. يا اما يقدمها في ديوان عام محافظه الغربيه، يا اما انه بيقدمها عن طريق خدمه معموله من خلال معالي المحافظ كان مقدمها اسمها الغربيه بتتغير بيك، يقدر يقدم الشكوى على ارقام محدده. عنده كمان مجموعه شكاوي مجلس الوزراء. كل الحاجات دي المحافظه بترد عليها بنسبه 100%، ويمكن احنا بنفتخر ان احنا من اعلى المحافظات في نسب الرد على شكاوي المواطنين والتعامل معها. ده عظيم جدا.